اوكي حمزه، ننتقل الى ابو عبد الله من الرياض. نعم ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سم تفضل. نعم سؤالك. مساكم الله بخير جميعا. حياك الله. اقول ايه لو سمحت عندي سؤال من فقرتين. الفقره الاولى سم، لو الواحد الرجل كان طاهرا وحصل انه لمس احد دبريه ويلبس مثلا سرواله ولا شيء، احد دبريه بيده، هل ينقض وضوءه بصوره عفويه؟ ابو عبد الله سال الفقره الاولى، يسال يقول ان الواحد اذا كان طاهر وحصل ان لمس دبره يعني جهلا منه او عفوا منه، هل ينقض الوضوء؟ اذا مس الذكر مباشره من غير حائل او مس حلقه الدبر من غير حائل ينتقض وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. نعم.